السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منكم البنات تكونوا في صحة جيدة ويكونوا إن شاء الله منورين. نهار جديد وفيديو جديد. النهار البنات جيت معكم لواحد المجازة. هذه المجازة هذه كتجي أولا بوتيك ولا حانوت. هذه جات في المرشيد دي غينيا البنات. وباش نخلي لكم الأدريسة ديالها ونخلي لكم الساعة ديالها في وقت كتحولوا في وقت كتشد في السيمانة باش نخليها لكم في صندوق الوصف. وكيفاش كتشوفوا فيها الأشياء زوينين البنات والثمن مناسب. وباش نخلي لكم الأثمنة واضحة بغرض عينكم. وشكرا على حسن المتابعة. وإلا عجبكم الفيديو كنقول لكم ما تنساوش ديك اللايك ديالكم كيفرحني ويشجعني. واللايك غاتوي البنات واشتركوا في القناة. اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة. واللي اشترك مرحبا بكم كاملين في القناة ان شاء الله. وشكرا الى الفيديو القادم ان شاء الله. وخليكم مع تتمات الفيديو.
كل هذا.